المداخلة الثانية بعنوان آليات. قانون التعديل الجديد لقانون الغازات 23 يتعلق الأمر بالآليات الوقائية وتتمثل هذه. توصلنا من خلال هذا اليوم التحسيسي والدراسي الذي قمنا بتنظيمه إلى توصية مهمة، وهي ضرورة إعادة النظر من قبل السلطات وكذلك المشرع في العقوبات المخصصة للمخالفات التي تمس الثروة الغابية، لأنها السبب الرئيسي في نشوب العديد من الحرائق. قمنا باستباق وين كانت الحملة تنطلق في 1 جوان، دوكا رجعت تنطلق في 1 ماي، وهذا لإعطاء فرصة أكبر للناس باش يقوموا بالتوعية والأعمال الاستباقية اللي راح تحافظ على الواحات، ونكونوا وصلنا بإذن الله الشعار تاعنا اللي رفعناه السنة أننا نوصلوا للصفر حريق.